اول ما هوصل كده وهبدا اوصل الكهرباء حضرتك شايف اللمبه هنا مالها بتنور وتطفي بتنور وتطفي. يبقى اذا دلوقتي انا مستخدم الام 9000 ان هو بس كليد، لان انا بس مش معايا ليد دلوقتي سليمه، فانا هعمل لك الجهاز ده تاني لوحده منفصل واعمله لك في قلب كيس. بس انا كنت حابب اوضح لك الفكره هنا. فلو احنا كملنا باقي الاجزاء يعني عشان نختبرها، انا حاليا دلوقتي عاوز اتحكم في الار بي ام. بص كده لو انا كتبت 3000 ار بي ام هنا تمام، شوف بقى لو زودت زاد معايا التقطيع، زاد ايه معايا. فما دام التقطيع زاد معايا فده معناها ان الار بي ام عندي ايه زياده. كده انا قدرت اختبر الاي سي بتاع الرشاش والاي سي بتاع المبينه قبل ايه، قبل ما افك الكنترول خالص. يعني كان دلوقتي الكنترول ده انا مش شايفه خالص. كده انا قدرت ايه اختبره، هل هو سليم ولا ما هوش سليم. دلوقتي انا عاوز اشوف الاشاره اللي خارجه عندي منين، من الرشاش ده. لو انت لاحظت في الصوره اللي قدامك دلوقتي هي دي كده الاشاره عندك الخاصه بالايه بالانجكتور، ان هي بتكون سالب زي ما شفناها كده في الايه في الشرح النظري. ده كده عندي البروب اللي هبدا اقيس بيه الاشاره من هنا، دي كده الخارج بتاعي. طبعا الاشاره واضحه قدامك، دي كده سالب اهوت. لو رحت على هنا برضو الاجنيشن هلاقيها برضو ايه سالب. يبقى هنا كده قدرت حتى اشوف الاشاره بتاعت الاسلوسكوب بتاعتي بالظبط واضحه معايا لما عملت الفانكشن جنريتور دي. طيب لو تفتكر